الله معكم أخوتي. نحن بزمن الاستعداد لعيد الميلاد المجيد، زمن المجيء. الأحد القادم هو أحد زيارة مريم إلى نسيبتها إليصابيت. أنا أخذت عنوان لهالزيارة الزيارة الإلهية، لأنه بعتبر أنه هالزيارة يلي قامت فيها مريم لإليصابيت هي إلى أبعاد نبوية، عم بتبشرنا من خلال هالزيارة بالزيارة الإلهية من خلال تجسد ابنه يسوع المسيح. هالزيارة حملت الفرح إلى كل جبل يهوذا، بالأخص إلى عائلة إليصابيت العاقر وزوجة زكريا. الفرح هو ناتج عن اللقاء بالرب. كل مرة في لقاء مع الرب في فرح، كل مرة في بعد عن ربنا في الحزن والخوف والأحباط. هالزيارة منا زيارة مؤقتة، منا زيارة إنية. ربنا ما دخل حياتنا وأرضنا بزيارة تاريخية مرقت مع الزمن، إنما هاي الزيارة هي زيارة مستمرة، زيارة دائمة. بيقول يوسف باكرم من خلال هالحدث الخلاصي، حدث التجسد، بأنه يسوع المسيح ابن الله استوطن أرضنا، يعني أخذ من أرضنا وطن لإله. النبي يوئيل بيقول نصب خيمته وسط شعبه حتى يكون لألن إله وحتى يكونوا لألو شعب. هالزيارة هي عطية مجانية من الله. ما حدا منا يفكر أنه نحن باستحقاقنا البشري نلنا الحضور الإلهي بحياتنا. هالمجانية من ربنا مقابل ضعفنا البشري، لأنه ربنا ما بيعرف يحب، ما بيعرف يعطي إلا بمجانية. لو ربنا بده يتوقف عند استحقاقاتنا البشرية ما كان قام بهالزيارة. هالزيارة بتشوفينا دايما انه الله هو اللي بياخد المبادرة تجاه الانسان بالرغم من ضعفنا، بالرغم يمكن اوقات من قطع علاقتنا معه، بالرغم من خطيتنا خلال ابتعاد عنه. عطول ربنا عم بياخد المبادرة، هو اللي عم بياخد الخطوة الاولى تجاه الإنسان. نحن ما علينا إلا نكون أوفية لهالمبادرة الإلهية ونجاوب عليها بمبادرة للقاء معه. هالزيارة الإلهية هي زيارة ثابتة، هي زيارة دائمة، لأنه الله هو أمس واليوم وإلى الأبد. هيك علمنا الرسول بولس. من خلال العهد الجديد منشوف هالزيارة بأبهى حللها بثلاث سنوات يلي عيشن يسوع ببشارته على أرضنا. مشي بطرقات أورشليم، مشي بطرقات صور وصيدا، بطرقات لبنان. ربنا إلهنا المتجسد وطأت أقدامه أرضنا، أرض لبنان. ولكن يسوع مسيرته على أرض أورشليم وأرض لبنان كمان منا مسيرة هيدي من الماضي. هالمسيرة عم تتجدد كل يوم، رح تتجدد كل ما في الأرض موجودة والإنسان موجود على هالأرض، لأنه ربنا هو رفيق حياتنا. هالزيارة بعدها موجودة اليوم. نحن اليوم بالأخص بهالظروف يلي عم نعيشها، نحن بأمس الحاجة إن نتلمس الزيارة الإلهية لإلنا إلى أرضنا، نتلمس الحضور الإلهي ليسوع المسيح ابن الله المتجسد، حتى هو يزرع بأرضنا الفرح، بوطننا الفرح، مثل ما زرعوا بجبل يهوذا. ربنا يعطينا هالنعمة، نعمة الشعور والإحساس بحضوره وبرفقته الإلهية لإلنا، حتى يعطينا نعمة الانتصار على كل ضعف بحياتنا، ويعطينا الفرح الحقيقي يلي إجا جبلنا إياه وزرعوا بهالأرض، حتى نوصل من بعد العمر الطويل إلى الفرح النهائي لما نصير وجها لوجه مع القائم من الموت.